كثيرة هي المشاكل التي تواجه واقع التعليم في قطاع الطفولة المبكرة في فلسطين، ربما كان أغلبها نابع من عدم وجود خطة واضحة من الحكومة الفلسطينية للتعامل مع الحضانات ورياض الأطفال. لذلك ارتأت الحملة العالمية للتعليم التركيز على الرعاية والتعليم في هذا القطاع. هنا في فلسطين، وعلى الرغم من حداثة الحملة والائتلاف، نستطيع تلمس الحماس من قبل جميع الأفراد والمؤسسات، صارخين بصوت واحد لا للتهميش، لا لرداءة نوعية التعليم، ونعم للحق في التعليم والمساواة بالفرص. الحملة السنوية التي ينفذها الائتلاف الفلسطيني من أجل بيئة تعليمية آمنة انتهت من وضع لمساتها الأخيرة لانطلاق فعالياتها السنوية بعقد هذا المؤتمر الذي حضره مجموعة من الشخصيات المهتمة بهذا القطاع. يعلن الائتلاف الفلسطيني وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين اليوم 15/4/2012 عن انطلاق فعاليات الأسبوع العالمي للحملة العالمية للتعليم لمطالبة صناع القرار في فلسطين بضرورة إيلاء التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة مزيدا من الاهتمام. وكانت الحملة العالمية التي تنفذ في فلسطين بالتوازي مع 120 دولة حول العالم استبقت انطلاق نشاطاتها بتنظيم ورشة عمل للإعلاميين والإعلاميات بهدف تسليط الضوء على واقع التعليم في قطاع الطفولة المبكرة. احنا من خلال الحملة العالمية للتعليم اللي احنا عمليا هي محلية ودولية بتكون، نسلط الضوء أهمية دور الإعلام في هذا اليوم، لأنه هي قضايا ضغط، أكثر ضغط ومناصرة لقضايا المجتمع المحلي. ورش اليوم بعتقد أنها ضافت لنا بعض النقاط اللي خلتنا نركز على واقع الطفولة في فلسطين، تحديدا في الحضانة، في الروضة، في المراحل الدنيا، في المدارس. لازم كمان الحكومة تتابع هذا الإشي، لأن قطاعات الأطفال مثل الحضانة وهيك وما شابه فيش عليها رقابة. تعرف الطفولة المبكرة بأنها الفترة الممتدة من الميلاد إلى 8 سنوات من العمر، وهي فترة تطور ملفت للدماغ، وترسي هذه السنوات أسس التعلم في المستقبل. حمزة السلايمي من مدينة رام الله، تلفزيون وطن.